بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مشاهدينا الكرام أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج كورتنا على قناة السودان 24 الآن إحدى قنوات السعودية 24 متمنيا لكم وقتا سعيدا في حلقة اليوم وأزعد جدا بمتابعتكم كما أزعد جدا أيضا بوجود ضيوفي داخل الاستديو المحلل البرنامج الكابتن بابيكي بروب مساء الخير كابتن بابيك مرحبا بك مساء الخير عليك اخ طارق مساء الخير على المشاهدين الكرام نتمنى ان نقدم حلقه اليوم استفدنا من المشاهد الكريم ان شاء الله ايضا ازعج جدا ان يكون معي داخل الاستوديو ايضا ضيف الاخر محلل البرنامج الكابتن حسن حبيشي مساء الخير كابتن حسن وكل عام وانتم بخير مساء الخير عليك طارق ومساء الخير على الساده المشاهدين وكل عام وهم بخير والشعب السوداني يرفل في نعيم الحب والسلام والسعاده ان شاء الله اذا مشاهدي الكرام اتمنى امنياتنا بحلقه جميله وممتعه في حلقه اليوم بوجود ضيفيه داخل الاستديو ينطلق قطار هذه الحلقه بابرز العناوين مرحبا بكم مشاهدي الكرام بعد ان سمعنا لابرز العناوين مباشره الى المحاور ونبدا بالدور الممتاز وفيه ينازل المريخ في هذه اللحظات فريق كوبر في مباراه مؤجله نسبه لمشاركه المريخ في البطوله الافريقيه المريخ الذي يقع في المركز الثاني برصيد 33 نقطة ينشد الانتصار في هذه المباراة من اجل مواصلة الزحف نحو الصدارة والوصول الى الهلال الذي يتصدر المجموعة ب 36 نقطة او ب 35 نقطة المريخ لعب 13 مباراة تعادل في ثلاث مباريات فاز في 10 مباريات لم يخسر اخر فوز للمريخ كان امام حي العرب بهدفين دون مقابل كوبر يحتل المركز 13 برصيد 14 نقطة متساوية مع الشرطة كضاري صاحب المركز 12 في الرصيد كوبر خائط 14 مباراة وهي المباراة هذه المباراة هي الخامس الخامسة عشر والاخيرة له في الدوري الاولى فاز في ثلاث مباريات فقط تعادل في خمسة وخسر ستة يحتاج الفريق للفوز حتى يضمن تحسين مركزه في سلم الترتيب. كابتن بابيك المباراه دوافع مختلفه لكل الفريقين، شوط المباراه الاول انتهى قبل لحظات بالتعادل السلمي فيه كوبر قدم مباراه كبيره حقيقه خلال الشوط الاول، ممكن هنالك هدف منقوض بداية التسلل بالنسبه لكوبر. كيف ترى المباراه وكيف ترى وضع المريخ خاصه ان المريخ ينشط الوصول الى ومزاحمه الهلال والصداره المؤقته في حاله فوز اليوم في انتظار مباراه الغد بين الهلال وتوتي المريخ ايضا ينشط انتصار معنا قبل مواجهه الهلال يوم السبت القادم باستاد الربيط نعم المريخ يلعب يدخل هذه المباراه من 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 اي الدافعين الدافع الاول هو ان يحسن موقفه في الصداره نعم. امام فريق كوبر كوبر العنيد الفريق الذي رغم ترتيبه مدخر شويه لكن فريق عنيد شاهدناه مع الهلال قدم مستوى مستوى كبير جدا والهلال فاز عليه يعني بصعوبه المريخ الهدف الثاني من الفوز انه يرفع الروح المعنويه من من لعبته لأجل مباراة الغمة اللي هو يوم تقريبا وارض الغمّة. الفوز اليوم له اثر معنوي كبير للمريخ نعم. وللاعبي المريخ نعم. فاذا فاز المريخ اليوم بيكون الدفع المعنوي عالي جدا الشيء الثاني مع الفوز المريخ ممكن يحاول اليوم يوصل للتشكيله النهائيه او تشكيله الغمة يعني انا بشوف المباراه دي باعتبارها ظروفها لفريق المريخ لمباراة الغمة وكوبر يعني انا بشوف مباراه تكون برضه ما سهل على ما سهل المريخ وانت كما ذكرت ان الشوط الاول انتهى 0 0 والان ممكن الان انا بتابع في المباراه المريخ يتقدم بهدفين مع في الشوط الثاني هدف لعمار طيفور وهدف لاحمد بيبو عمار طيفور اللي عائد للمشاركه بعد قياف في المباريات السابقه. نعم وهذا اللاعب اختفى فتره طويله انا شفت هذا قويه جدا. نعم no. لاعب مقدم مستويات كبير لاعب كان لاعب لاعب برا خارج السودان يعرف قيمه الاحتراف يعرف ما هو ما هو الاحتراف ما هي ميزات الاحتراف يعرف كل شيء عن اساسيات كره القدم لاعب لاعب مراحل فانا بفتكر عوده عم عمار هي عوده للروح وسط المريخ. <applause> اللي هو عمار هو كان هو حلقه الربط بين الدفاع والهجوم. <applause> عمار في كل حته كان نحلة ما شاء الله تلاقوه تلاقوه في اي مكان في في وسط المريخ. <applause> هو الدينامو المحرك انا بشوفه مع احترامي المريخ كلهم يعني لعيبه كويسين لكن عمار من الدينامو المحرك وسط المريخ. انا بشوف كوبر اتهزم لغايه الان مهزوم 2-0 <applause> اه نتيجه انا بشوفها كويسه للمريخ ممكن تدافع معنوي كبير جدا. آه كوبر لو ما دارك الموقف حيكون موقف خطر جدا في هذا الموسم نعم وطبعا عمار مرضى فور كابتن مبابيكر دخل البديل في الشوط الثاني لم يكن بادي المباراه لا غاب بسبب وجوده في الولايات المتحده الامريكيه وعاد وممكن ابراهيم ينشد من هذا اللقاء ومن دخوله في الشوط الثاني عودة حساسية المباراة بالنسبة لعمار لأنه عمار عنصر مهم في وسط المريخ زي ما ذكرت خاصة أمام المريخ مباراة مهمة أمام الهلال نعم وأبراهام رأي يذكر في شاطر عارف هو عمار 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 طيفور جري في مباراه الغمه لاعب غمه يعني هو دائما مباراه الغمه لها لها عندها لعبتها ومباراه الخارجيه الافريقيه عندها لعبتها ابراهيم طبعا متمرس في هذه الاشياء مع فرق كثيره بالاخص مع المريخ اكثر من كذا مره ما. عارف دور المريخ افريقيا ومحليا فعمار فعما طيفور لاعب مهم في مباراه انا بقول مين الان لاعب مهم في مباراه الغمه شهرناه مباراه سابقه في الغمه شفنا تاثيره شفنا وجوده شفنا كيف اصلاح بحال المريخ شفنا كيف غوصوا المريخ فابراهام راي الزكي حاول رغم غيابه فترة طويلة حاول يدخل في حساب المباريات وحاول يكون اللاعب في الفورمه لغايه ما المباراه طبعا واضح التاسيس الصحيح للاعب عمار طيفور حتى, عني. وجوده داخل الملعب تشعر بانه وجوده غير بقيه اللاعبين في كل مباريات في كل, مباري كل فرق الدوري الممتاز وده التاسيس الصحيح لانه هو لاعب معروف هو تاسس تاسس في مدارس سنيه ومدارس واكاديميات في الولايات المتحده الامريكيه فواضح انه التاسيس الصحيح لعمار طيفور له اثر كبير في ظهور عمار طيفور وفي مصهره حتى في الملعب. نعم حتى انا ذكرت مع بدايه الكلام عمار طيفور قلت لاعب مؤسس تأسيس صح من مراحل سنيه لاعب لاعب احتواء لاعب محترف كان بيلعب برا السودان عارف قيمه الاحتراف عارف ما يعرف ما هي فائده الاحتراف ما هو المطلوب منه اللاعب المحترف كل اساس كره القدم مكتمله في عمار طيفور. طيب جميل آه كابتن حسن في نفس الاتجاه مباراه مهمه الشوط الاول انتهى التعادل آه تعادل سلبي المريخ في الشوط الثاني ممكن بقوه ضرب على كوبر حتى الان بهدفين لأحمد بيبو أحمد آدم بيبو وعمار طيفور كيف ترى وضع المريخ خاصة أن المباراة قبل مباراة القمة اللي حتكون يوم السبت القادم وهي مباراة مهمة الفائز منها في سواء كان الهلال أو المريخ يضمن صدارة الدورة الأولى في الدوري الممتاز. أيوه بكل تأكيد هو شوط شوط يمكن شوط أول سيء للمريخ ومتميز جدا لفريق كوبر. نعم آه يمكن يعني الشوط الاول تجسدت فيه كل سوءات الكره السودانيه من جانب المريخ، آه، اخطاء في التمرير، اخطاء في الاستلام، آه، عدم حركه، عدم تجانس، آه، قابلته يعني صحوه جيده من كوبر واحرزت هدف يعني زي ما قلت لك ضاع ولغط التسلل. في الشوط الثاني المريخ يبدو المريخ عدل اوتاره وعاد بأقوى اللعيبه احسوا باهميه الانتصار في هذه المباراه زي ما قلت ما عايزين نعيد نفس الكلام مم. وعاد بكل قوه و.. وانتصر بهدفين آه اعتقد انه الهدف الاول احرزه الل طيفور بياكد لك يعني الاستعداد النفسي والاستعداد البدني والاستعداد الذهني لعمار طيفور يعني انت بعد انقطاع دام اكثر من آه 15 يوم آه من قطع يعني من الل اللعبه التنافسي تعود وطوالي هذا هدف تتاكد مدى الجاهزيه النفسيه ومدى الجاهزيه البدنيه اللي بتمتع بها عمار 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 طيفور. آه عوده كذلك هدف مواصله احمد بيبو اعتقد انه احمد بيبو في الفتره الاخيره نعم <applause> يعني بقى مفتاح لعب وعنصر اساسي في المريخ وعنصر في صناعه الاهداف يعني يمكن محرز اربعه او خمسه اهداف في هذا الموسم لفريق المريخ. عودة احمد بيبو، احمد بيبو يعني كان حتى هو كان من ضمن المرشحين لمغادرة كشف المريخ. ما. ده بقى كنت لك يعني الـ البعد الفني اللي بيتمتع به براهما براهما كان رافض مبدأ انه يتشتت، يتمسك به براهما وعاد احمد بيبو من جديد وبقى عنصر اساسي ومفتاح مفتاح لعب اساسي بالنسبه للمريخ. انتصار زي ما قلنا هو انتصار حسن في النقطه بتاعت احمد بيبو، يعني لو لاحظنا ابراهوما وظف كابتن احمد بيبو في الوسط في وسط الملعب بيبو دائما ما كنا بنشاهده في الفتره الماضيه بيلعب كطرف شمال لكن بعد ما زي ما قلت ابراهيم تمسك باحمد بيبو كان واحد من المرشحين لمغادره كشف المريخ لكن ابراهيم تمسك باللاعب احمد بيبو وزجبيه في وسط الملعب بيلعب في الوسط على الطرف الشمال او الجهه الشمال من وسط الملعب وزي ما قلت شاهدنا كثير من الاهداف لاحمد بيبو وصناعه ايضا للاهداف لاحمد بيبو هو احمد بيبو يمكن كلاعب يعني لا غبار عليه لكن مشكلته هو بيلعب في حته صعب عليه شويه كان بيلعب طرف يسار هو الطرف اليسار يمكن تكوينه البدني ما مم. بساعده انه يؤدي الخانه دي لانه خاصة. ايوه في الجانب الدفاعي مم. عنده, عنده 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 ديفكت او خلل في الجانب الدفاعي مم. لكن كتغنيات كره قدم لاعب ما لا غبار عليه مم. فدي دي النظره الجيده ده المدرب الكويس اللي هو بيقدر يوظف اللعيبه بحيث انه يطلع منهم الحاجه اللي هو عايزها اوكي فاعتقد انه دي دي بيقول انه ابراهيم عاد, عاد اكتشاف احمد بيبو عاد اكتشاف أه؟ احمد بيبو وعوده احمد بيبو زي ما بنقول دائما يا اخي الناس احمد بيبو يعني ما للمريخ بس يعني للمنتخب بل... لل ايضا عادة. ايضا اللاعب الاخر اللي احرز الهدف الاول عمار طيفور اللي عايد بعد غياب ممكن قلنا عمار طيفور فتره ما موجود كان وممكن عاد قبل يومين للسودان بعد ان تواجد في الولايات المتحده الامريكيه أه وجوده مهم للمريخ وابراهيم ممكن ادخلوا في شوط المباراه الثاني حتى يدخل عمار طيفور في جو المباريات كاستعداد واعداد لمباراه الهلال القادمه ايوه بكل هو يمكن ابراهيم كان بيعمل عليه انه يحقق انتصار في الشوط الاول م. بنتيجه كويسه مثلا يتقدم بنتيجه كويسه ويدخل عمار طيفور في الدقائق في ربع ساعه الاخيره عمار حط السمان صاوي ايضا ايوه كله بعد ذاك الناس كل العناصر اللي هي بعيده بعيده من جو اللعب بحيث يجهزوا لمباراه الهلال زي ما قال بابي كيري يعني في هلال مريخ عنده لعيبته يعني هو عايز يجهز لعيبته لكن الـ 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 النتيجه السلبيه اللي انتهت بها الشوط الاول والاداء اللي كان غير مطمئن في الشوط الاول خلى ابراهوما يعدل يغير من افكاره ويدفع بهم من بدايه المباراه رغم من بدايه الشوط الثاني رغم انه انا بشوفها دي مخاطره انك انت اللاعب اللي بيجي من فتره بتاع توقف طويله تبدا به وتا 45 دقيقه دي بتكون يعني قد تعرضوا لشد عضلي قد تعرضوا لاصابه قد ما يكون لسه فاقد اساسيه المباريات يخسرك انت خسر الفريق كثير لكن كانت مغامره من ابراهام إن المغامره كانت محسوبه لانه هو شنو عارف امكانيات عمار طيفور لانه عمار طيفور اصلا زي ما قال بابكر يعني دي دي, دي ما الفرق هنا بتاع اللاعب المؤسس تاسيس علمي وتاسيس اكاديمي نعم صح نعم طيب كابتن حسن في نفس الاتجاه لاعب ظهر جديد في المريخ لاعب الشباب موسى موسى حسين المشهير بالعجب الصغير لاعب ادى اداء دا كبير كيف ترى ظهور هذا اللاعب في المباريات الاخيره واحد من اكتشافات نقول ابراهوما اللي ممكن المريخ موعود بنجم كبير نجم موسى العجب الصغير هو فعلا موسى موسى يعني نجم صاعد وصاعد بقوه الصاروخ ويمكن هو يعني للكثيرين المتابعين عن كسب يعني ومتابعين الدوري السوداني نحن ما عندنا مشكله نحن مصادرنا مصادر سماعيه نحن ما, ما, آه ما في بس الحمد لله بدل بس الحمد لله بدل بس ما في بس عشان انت تقدر تقيم لكن كل على الرغم بالمصادر السماعيه دي بتجيك معلومات كويسه عن اللاعب انه يا اخي لاعب ممتاز وانه لاعب جيد وانه ممكن يفيد يفيد الفريق عنده سيرة سي فيه جيده يعني ودي الكويسه انه اللعيبه دائما بتنشئوا من تحت يعني وهم صغار أه؟ عندهم مستقبل، فاعتقد انه لاعب من خلال بنسمع عنه لاعب جيد ولاعب ممكن يفيد المريخ ويفيد واعتقد انه في اول مباراه اول مشاركه له كان ظهور جيد، ساهم في صناعه هدف وظهر بمستوى بمستوى جيد، بأكد انه يا اخي لاعب يعني عنده شيء ممكن يقدمه يعني. نعم كابتن بابكر نفس على نفس المنوال اللاعب موسي حسين، حتى دخول اللاعب موسي حسين طبعا هو في ناس تطلق عليه كانتي تيمنا باللاعب تشيلسي اللاعب الفرنسي كانتي وناس ممكن لقبته بالعجب الصقير كنايه عن النجم الكبير فيصل العجب له التحيه حتى دخول النجم موسى حسين في كشوفات المريخ ما في حد كان عارف الا اتفاجات لما جيت نشر كشف اللاعبين المريخ اتفاجات بانه في لاعب اسمه موسى حسين دخل بدون اي حتى عكس لخبر اعلامي فده دائما الحاجات دي بتساعد اللاعب بانه بمستوى كبير وموسى ظهر بمستوى كبير من خلال المباريات ونقول انه ابراهوما يواصل صناعه النجوم للمريخ. نعم والله يشوف اذا ابراهوما في اي فريق ما تخاف على اي فريق. نعم اذا ابراهوما شاهدناه قبل كده مع مع الهلال الابيض نعم. فعل فعل العجم مع الهلال الابيض مع الخرطوم الوطني مع الخرطوم حتى مع الهلال الابيض انا ضربت مثلا ليش لانه في البطوله الافريقيه الكونفدراليه نعم صحيح تاهلوا من يعلوا الدور الثاني نعم غير الهلال الابيض دخل له فريق يعني بقى ينافس هلال المريخ نعم لغايه الفاصل الاخيره في كاس السودان نعم وفي نعم نعم في الدوري الممتاز الفتره العاشره ابراهو صمان صار واحد من اكتشافات ياكل ياكل صمان الصاد ياك مع كرونجو صغير كاس المريخ نعم راح ابراهو نعم في هلال نعم البيض عاد صار عاد يحتفل من جديد عندك وضاح وضاح عندك يوسف بستة مما ما فرق ابراهو ما شفنا واحد صغير صار في الملاعب على مسألة الفتره قال الداوس يوسف سته في الهلال البيض حتى بعد كم سجل الهلال كلهم بمستوى جدا في على نعم اللعيبه كلهم بعد ما فارقوا برهوبه كلهم اللي شطوا شطوا مستواه نزل مستواه نزل حتى في لاعب يعني كان في المريخ برضو كان شاطر المريخ برضو انا ما ذاكر أخواني برضه كان في الابيض في برهوبه ف يعني حتى المدرب الوحيد مع فريق من الغاليب هزم الهلال والمريخ يوم خمسه خمسه اهداف واربع اهداف دي ما حصل في تاريخ الكره السودانيه نعم اذا التسجيلات دائما بسجل دا بصمت أبراهام بيعتبر اكتر مدرب بيغير اللعيبه على نطاق السودان آه. هو تسجيلات المريق دي السنه دي كلها انت من حصلت مريق دائما بيكون انا بعتبره قام تفوق على الهلال آه. تفوق التفوق تسجيلات الهلال انا بقول سر سر كلمه السر فيها ابراهيم حتى المدرب الاجنبي اذا ابراهيم قال المدرب اين ما صلح انا افتكر ابراهيم قراره صحيح طبعاً. وتحدثت قبل شيء عن احمد بيبو شوف شو المدرب الشاطر يعرف كيف يطور موهبه اللعيبه تحدث يمكن في كحلقه. كم حلقه عن انشلوتي طور كم لاعب ريال مدريد أمسالة جوارديولا برضه طور كم لاعب ابراهيم شوف انت تحدثتوا عن بيبو جابوا النص حول النص فعلا بيبو في الطرف الشمال مستواه هو من ناحيه قوه بدنيه ما ما دفاعي ضعيف ضعيف بالذات لا. الطرف الشمال ده اصعب اصعب يعتبر اصعب خانه في الملعب ما. الطرف الشمال انت بتواجه الجناح يمين بيكون شرس جدا نعم فاحمد بيبو كمان في في ميزه كويسه ابراهيم حاول يجرب من النص لقدام ابراهيم عنده ضربات الضربات الثابته بيبو الضربات الثابته الضربات غير الثابته راجل عنده مضرب غير رغم صغير حجم عنده مضرب قوي خالص لو حصلوا بيبو الضربات الركنيه الفاولات بره ال 18 كلها بتخصي فيها بيبو فابراهيم نقل لقدام حاول يسيب منه يمكن في اي لحظه ممكن يحرز هدف هو نفسه كمثل كمثل السمار الصابع انا السمان الصابع بيعتبر اليوم من افضل اللاعبين في السودان طيب نرجع لموسى حسين ايوه موسى حسين برضه انا بيعتبر دم... انا بيعتبر رغم انه ما ما عندي معلومه منه لكن بيعتبر اكيد زعيمنا من البدايه انك ابراهوما نعم خ... موسى حسين تكلمت عنه في كذا حلقه هو و الثاني بتاع المريخ ال نوح نوح وكذا لاعب قلت السؤال لو داري احد لك ساعات 26 يفكر او 30 يعمل رصد رز... وشغل لهذه الكليه هذه اللعيبه يعني احتضان لهم او حتى تكلمنا عن حكم على والنصر. ابغى زار ميسي في الهلال، <applause> موسى حسين، جزولي نوح، الكثير يعني. كثير لعبوا 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 نجوم يعني، مم مم حتى انت في إنه كانوا يسفرون برا ياخذوا فتره برا، مم مم تاهيل مم مم برا ويرجعوهم وده المفروض يحصل من الاتحاد العام لو عايز يبني فريق للمستقبل المؤسسه قدام لبطولات العالم وبطولات امم افريقيا. يعني ان شاء الله، بالتوفيق للفريقين مباراه مهمه قبل الديربي، ديربي ام المعتاد اللي حيكون هذه المره لاول مره. بمدينة اللبيط في ختام الدورة الأولى للدوري الممتاز المريخ ما زال يتقدم بهدفين على كوبر وكوبر تخسر وتظل في المركز السلطان وهو مركز يعني ممكن غير مطمئن بالنسبة لأنصار كوبر خاصة أن الفريق عائد للدوري الممتاز بعد قيام دام ثلاث سنوات نغلق ملف الدوري الممتاز وننوه أنه قد الهلال حيكون في مباراة أيضا قبل القمة أمام توتي بستاد اللبيط الهلال في الصدارة برصيد 35 نقطة فوز المريخ اليوم يمثل ضغط على الهلال من اجل الفوز في مباراه الغد والدخول لمباراه القمه بفرصتي الفوز والتعادل من اجل ضمان صداره الدوره الاولى. دوري السعودي جوله 26 اختتمت يوم السبت الماضي. نتائج الجوله التعاون يخسر امام الاتفاق برباعيه دون مقابل يتأزم موقف التعاون الباطن يتعادل مع الاهلي بهدفين الفتح والاتحاد مباراة تعتبر من أجمل مباريات الدوري الممتاز الدوري الممتاز السعودي أو الدوري المحترفين السعودي نتيجة أربعة أربعة ثمانية أهداف في أحسن ما يكون مباراة استمتع بها الجمهور كثيرا أبها والفيصل التعادل السلبي النصر يضرب على الشباب بأربعة أهداف مقابل هدفين أيضا الهلال يغلب تأخر أمام ضمك لفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين الحزم اللي غادر دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين رسميا أخيرا ينتفض ويفوز على الفيحاء بثلاثية مقابل هدف وأخيرا الطاية يتعادل مع الرايت بحايل بهدفين لكل أهداف. خسارة تهديفية في المبار... في الجولة 36 هدف بمعدل أكثر من أربع أهداف في المباراة الواحدة. اللاعبين الأجانب كان لهم النصيب الأكبر بـ23 هدف مقابل 13 هدف للاعبين المحليين. مستوى الصناعة المحليين 13 تمرين مقابل 10 للأجانب تنوعت أو توزعت الأهداف على شيطين حيث سجلوا في الشوط الأول 17 هدف مقابل 19 هدف في الشوط الثاني كيف ترى الجولة 26 والدوري الأمتع والأجمل خلاص يلملم أطرافه ويتحدد من في الأسابيع القادمة متبقي أربع جولات يتحدد من هو بطل ومن يغادر بطولة كاس دوري كاس الأمير محمد بن سلمان نعم هو شوف دوري عن محمد سلمان زي ما يقول عندنا في بلدي وصل لحم الحي بقى ما في ما في ما في اي 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 فرصه لتعسر لي انت حدثت عن غزاره الاهداف نعم جاء غزاره جاءت من كل فريق عاوز ينتفض ويحرز اكبر عدد من الاهداف لانه اي فريق موقفه في اكثر من كذا فريق موقفه خطر في المؤخره اي خساره تعني لهم خطوره ما انا ما أقول تعني المغادره لكن تعني خطوره عشان كذا تلقى اي مباراه الهروب الهاوية الهاوية ولا حصل اي مباراه كامل دعم مفتوحه حتى فرق الغمه في تنافس في كان برضه يعني حصل الهلال مع ضمك 4 2 كان مباراه مفتوحه الاتحاد النصر والنصر والشباب 4 2 4 2 الاتحاد والفتح 4 4 نعم وشوف وكله كله فريق له له دوابعه يعني نعم. لو اخذت الهلال هو عايز خسر اللي قبلها الفاتر مع الفيحاء عايز يطارد الاتحاد نعم لو مسكت الاتحاد هو متصدق متهرب داير يتهرب يخرج من النفق انه الهلال ما يخش معه في في في, في مزاحمه يعني كل فريق له دوابعه فده خلى خلى لو لاحظتوا المباريات الجوله الاخيره دي كان كل مباراة باعتبار مباراه غمه انت تستمتع اي مباراه كل ما تقول دي غمه حتى مباراه الحزم اللي هو هبط بطوله رسميه مم. لو شاهدته مباراه كان في نوع كثير من المتعه يعني والفيحاء رغم الهزم من 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 الحزم لكن برضه الفيحاء انا هزمته بديه العزل فيها يعني الفيحاء خاض مباراه مع الهلال مباراه كبيره بزر ارهقته أرهغطو. ارهقته شيء طبيعي ما انا ما. حدثت عن الفرق الوسطيه دي دائما لما تلعب مع فرق الغمه المباراه اللي طوال توقع لها الخساره او التعادل كان ممكن عنه كثير انا لعل حالات نادره انه ينجو من الخساره او التعادل فشوف الفيحاء اللي بيضرب الهلال وفي الفرق الغمه والاتحاد خسر من, 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 من الحزم الذي اعلن هبوطه للدوري الاولى نعم على الدوري السعودي وانا حدثت قبل الدور الموسم كنت الدوري السعودي هذا الموسم حكون دوري من اقوى من اقوى الدوريات هذا الموسم وفعلا يمكن من ب انا ب انا وجهه نظري في الاربع سنين الاخيره هذه بشوف من اقوى الدوري من اقوى اقوى جوله او اقوى دوري في الموسم هذا الموسم الدوري السعودي الموسم ده طيب طيب كابتن بكر الفيصل ال 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 التعاون ممكن موقف التعاون اصبح موقف صعب تعاون في المركز 14 او المركز 13 خساره غير متوقعه امام فريق الـ الـ الاتفاق برباعيه وفي ارض التعاون. نعم التعاون لا فرق ما هذا التعاون شوف التعاون التعاون لو ما لو ما دفاعه لما كان التعاون وصل هذه المرحله، حدثنا عن الكلام هذا كثيرا. نعم. ولما خلى دفاع التعاون ما كان خرج من البطوله الاسيويه، نعم. كل خروج التعاون بسبب دفاعه ولم يحصل اي جديد فيه نفس نعم. الفيلم الان التعاون اخذ اربع اهداف ما نتكلم في الكلام ده الحلقه اللي ويأخذ اربع اهداف البطوله الاسيويه 13 هدف دخلت مرمى 13 احرز 13 هدف ودخلت مرمى ب 12 نعم شوف يعني معادل الاعتبار يعني 50% اللي دخل فيه حتى حتى لو اخذت في الدوري الامير محمد سلمان يمكن الاهداف اللي احرزت التعاون اكثر من الاهداف رغم انهم من الفرق اللي احرزت اهداف كثيره نعم عن الكلام هذا لكن التعاون انا افتكر لو حصلت اي اشكاليه هو ولا حصل لا سمح الله ولا شيء انا افتكر هو سببه سبب الدفاع وانا يمكن ما احط اللوم فوق المدافعين احط اللوم فوق المدرب اللي هو ما قدر يوزع الدفاع او ما قدر يبدل طبعا تم 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 اغاله المدرب بعد هذه الخساره نعم ممكن لسه المدرب الجديد ما يعلن عنه لكن يعني واضح انه الخلل في حتى الدفاع التعاوني انت اللي ذكرته لو قلنا الـ الـ الاشكاليه كانت في عناصر كان ممكن نقول المدرب ما له دخل لكن الاشكاليه واضح انه التعاون اشكاليه حتى في التنظيم الدفاعي بالنسبه للفريق ككل نعم وشاهدنا المدربين المدرب كيف ياثر في في تنظيم الدفاع شاهدنا دياز عمل مع الهلال في تنظيم الدفاع خلى دفاع الهلال احسن حالا نعم. شاهدنا مع النصر مع النصر المدرب الارجنتيني مع النصر برضه كيف عدى في دفاع النصر والتعاون في المركز الرابع عشر ب 26 نقطة متساوي مع الباطن صاحب المركز 15 ب 26 نقطة نعم وتحدثنا عن مدرب التعاون كثير في كذا حلقة لكن التغيير انا قلت برضه تغيير زي ما قلت دائما يحصل فيه وفريق طيب, طيب كابتن حسن أنا احنا تكلمنا ممكن عن القاع القاع قلنا الحزم رغم انتصار ولكن هو غادر رسمي الباطن تعادل مع الاهلي بهدفين ممكن الاهلي في اخر الدقائق عادل والاهلي ايضا من الفرق المهدده ولكن الباطن يظل هو في المركز 15 عشر ال 15 وهو المركز الذي يؤدي للهبوط لدوري يلو التعاون ايضا خسر وما زال لو تكلمنا عن عن صداره الترتيب الاتحاد اللي اصبح الان هو في المركز الاول واحد 61 نقطه التعادل مع الفتح الهلال صاحب المركز الثاني ب 52 نقطه فوز على ضمك وقلب لخسارته بعد ان كان متاخر وفوز النصر صاحب المركز الثالث فاز على الشباب اصبح 51 نقطه والشباب 47 نقطه كيف ترى صراع المقدمه في الدوري السعودي؟ وكما عودنا كما عودنا دائما صراع الدوري السعودي اصلا اي منطقه فيه منطقه ساخنه نعم ودائما الصراع فيها بيكون محتدم يعني سواء كان عليه مستوى الغاء او عليه مستوى الغمة الغمة أو زين البطولة أو التمثيل الآسيوي فدائما الصراع بيكون في أي منطقة بيكون محتدمة ويكون صراع شرس جدا جدا أنا كنت م. أنا كنت متخوف على الاتحاد كنت متخوف على الاتحاد من التوقف اللي حصل التوقف اللي حصل للدوري انه الاتحاد للاتحاد فتره طويله يعني غرابة الشهر اول 40 يوم ما ما لعب مباريات تنافسيه طول طول عدم اللعب التنافسي ممكن يخرجك من من اجواء المباريات ما تكون مستعد ما تكون مستعد كويس آه بالنسبه للهلال والشباب اعتقد مقارنه بالهلال والنصر مقارنه بالاتحاد والنصر يعني كان عندهم المشاركة يعني الأسيوية. المشاركه الاسيويه بتخليك دايما في الجو بتاع المباريات بتخليك دايما عندك الاحساس بتاع احساس اللعب التنافسي طيب يا كابتن حسن معلش للمقاطعه في الحته دي انت بتقول انه الشباب والهلال استفادوا من المشاركه الاسيويه بانهم ظلوا في اللعبه التنافسية مش ممكن اللعبه التنافسي دي يسبب لك الارهاق والنصر اللي, اللي مرتاح وقدر خلال هذه الفترة يعالج كثير من الأخطاء ويعود بقوة ويضرب الشباب المواصلة اللعب بسبب الارهاق الشباب خسر والنصر بسبب هذه الراحة ويمكن عاد لمستوى لا لكن ما نحن نتكلم بال 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 من ناحية علمية م من ناحية علمية يتوهر الارهاق ده بكم كم يوم يعني الشباب آخر مباراة يعني ما انا ما اعتقد انه انت لو جيت لو, جيت لو جيت عائل الشباب لاعب له ست مباريات خلال شهر رمضان اوكي اوكي نعم هو ما الموضوع الحاجه دي الاتحاد الدولي ما واضع ساي واضع بناء على شنو مقاييس جهد اللاعب انا عارف, عارف, عارف اللاعب اللاعب يستحمل كم فاعتقد انه 72 ساعه هي فتره كافيه لازاله اي ارهاق يعني كل الفرق دي بتلعب 72 أنا ساعه انا قصدي يلا الشباب كده خلينا في الشباب <applause> والنصر نعم الشباب اخر كره لعبهم قبل كره النصر قبل كرتنصر. في اسيا ممكن اواخر شهر رمضان اواخر شهر رمضان مام صح مام يعني اواخر شهر رمضان عليه لو قلنا قريب شديد 10 يوم لا اقل لا اقل من 10 يوم اسبوع يمكن اسبوع طيب نقول حتى لو اسبوع نعم. اسبوع اسبوع فتره كافيه لانك انت تتعافى من الارهاق نعم. اعتقد انه فهي آيَنا معك الارهاق ممكن يكون عامل مؤثر انا انا قصدي انه النصر, النصر 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 استفاد استفاد من من الراحه نعم. وقدر يعالج يعالج كثير من المشاكل بالنسبه له وعنده بعض اللاعبين المصابين عادوا فاستفاد من هذا ياثر عليك في حاجه اللعب التنافسي م. ممكن ياثر عليك في حاجه في الحته بتاعت الاصابات م. م. انه يعرضك لاصابه، طبعا لاعب اصيب في اخر مباراه ما اعتقد انه هو ممكن يجي يلعب لك في الدوري مثلا، صح؟ <applause> اصابات مؤثره ممكن تؤدي لك اصابات مؤثره، لكن ارهاق ما ما يكون زلع... عنده تاثير كبير كده ارهاق ما 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 قاعد ياثر تاثير كبير، <applause> فبعكس اللعبه عدم اللعبه التنافسيه انت خارج وال... دائما انت لاحظ الفرق دي لما تبدا الدوري لما تبدا الدوري معظم الفروق لما تبدا الدوري مستواها ما بكون سواء كان ريال مدريد برشلونه كل الفرق ما بتلقاها في نفس الحده ونفس الاداء الفني لما تتقدم المنافسه انا معاك انه التنافس بيبدو, بيبدو, هنا بتخش لياقه المباريات ليه؟, ليه؟ لا ايوه لانه لسه ما يكتسبوا اللياقه الذهنيه ما يكتسبوا اللياقه البدنيه ما يكتسبوا حساسيه اللعبة التنافسي حساسيه اللعبة التنافسي تختلف تماما عن حساسيه اللعبة الودي ممكن تلعب ودي ممكن تلعب ودي. الخمس. بس يا كابتن حسن ما بدي كابتن حسن انت ما وجهه نظري لو استاذ بكر تدخل معانا يعني مثلا الشباب ممكن يكون ما عنده البدائل يعني الشباب بيعتمد له على 14 15 لاعب حسب ما شايفين المدرب فاللعب الكثير بيدي اللاعب لارهاق بدني فممكن اللعب ست مباريات في في رمضان ومع الصيام تاثرت على اللاعبين الشباب عكس النص اللي كان في راحه لمده شهر كامل قدر من خلال الجهاز الفني يعمل استشفاء للكثير من اللاعبين عوده الجانب البدني للاعبين عوده اللياقه البدنيه المعسكر يعني اشياء كثيره معالجه بعض المصابين وشاهدنا النص كثير اكثر من عنصر دخل جديد وممكن فاقد حتى ابو بكر فينست ما كان موجود كثير من اللاعبين شاهدنا حتى مشاريفوف كان في المباريات اللي قبل رمضان ما موجود لعب في المباراه وكان واحد من نجوم المباراه. <applause> نعم شوف انا الدوري الفرق اللي لاحظت الفرق اللي لعبت الدوري في كلها الدوري الابطال كلها بعد العيد خش الدوري السعودي محمد سلمان <applause> كلها مستوى اقل كنا متوقعين مستوى عالي فعلا هو حسن ذكر قال سعيد تكفي اللاعب لكن انا اقول مع الصيام <applause> والبطوله كانت ضغط البطوله الاسيويه وكان عليهم مجهود شديد ضغط 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 نفسه ضغط ما اعرف الفرق السعوديه انا لو لاحظت كلها الفرق السعوديه لما بدات البطوله البطوله محمد الأمير محمد سلمان كلها يمكن يمكن تكون هزمت كل عن بقره ابيها لاحظنا الهلال في مباراته مع الفيحاء اتهزم لاحظنا الاتحاد سوري عفوا الشباب اتهزم من النصر لاحظنا التعاون اتهزم من الاتفاق كل الفرق اللي كانت مشاركه في البطوله الاسيويه كلها في اول مباراه فيصل يتعادل معها تعادل مع كل الفرق اللي كانت في البطوله الاسيويه في رمضان كلها جت كلها بدات تحب كنا كلها متوقعين زي كلام حسن يكون اخذوا راحتهم 72 او اكثر من 72 ساعه وانا حتى المره قلت الهلال بعد ده حيكون الهلال حتى الهلال هزم من هزم من الفيحاء مباراه ضمك حتى مباراه ضمك الهلال بدا بشوط اول كان يعني كان سيء بالنسبه للهلال وانا تحدثت مباراه الهلال والفيحة قلت المدرب لو حاول يلعب عشان مطارد الاتحاد حاول يلعب باللعبه الاساسيين ما حاول يلعب باللعبه الجاهزين بغض النظر عن اللعبه الاسامي فعلا رجع في مباراه الضبق معظم اللعبه الاساسيين استبدلوا بلعبه مكان ما كانوا ما كانوا على يشاركوا وده انا افتكر سوى هو كان على على ضمك اللعيبه اللي ما كانوا مشاركين في في البطوله الاسيويه معظمهم كان مستواهم زي ما قال ذكرت انت شيء مستواهم خفض وزي ما ذكرنا الفرق كلها عندك كلام ثاني كلها جات بردها في عمل السنه كلها خسر خسر وبعد عافيه والتعادل تعادل عادل يعني كلها فينا تحسن فين تحسن البطوله اثرت الفرق السعوديه طيب جميل اتحول للجانب اخر في الجوله 26 اختيار الفريق المثالي للجوله في حراسه المرمى رايز بلحي الاتفاق خط الدفاع عبد العمري حسن الجبري عبد الاله العمري النص حسن الجبري الطاي فيليب كيش الاتفاق خط يعني ثلاثه لاعبين خط الوسط محمد الكويكبي الاتفاق ماتس بيريرا الهلال لوكا الحز روماريني يرجع جده موسونا الطاي الهجوم تاليسكا وفراس البريكان الفتح كيف ترى هذه التشكيله التي تم اختيارها حسب موقع سوفا اسكور الموقع الرياضي المعروف والله لو لاحظت اللعيبه فعلا هم يعني في الجوله دي يعني نتكلم عن حراسه المره رئيس محلي لاعب صاحب إمكانيات عاليه مؤثر لاعب المنتخب الجزائري وله أثر كبير في الاتفاق في 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 تشكيله الاتفاق ويواصل التالق في هذه الجوله شاهدنا كان الحارس الرئيسي لمنتخب الجزائر نعم في حارس منتخب الجزائر في في, عربة في في كانت في غطر في آه, اه يعني شيء حتى في الامم الافريقيه تقريبا كان هو الحارس الاساسي ما المهم لكن في غطر كان اساسا على الورق كله وراء كان اساسا نعم لو اخذته ايجالو ما في ما في شك يعني هو هو ما في هنا ده دل الهدافين انا جايون التشكيله آه ايوه خط الدفاع عبد الله العمري ايضا عبد الله العمري يا كابتن بابكر لو تكلمنا عن هذا النجم يعني نجم تطور كثيرا هذا الموسم اصبح واحد من العناصر المهمه في النصر وفي المنتخب وممكن لاعب يتالق واحرز هدف حقيقه هدف تحركات اللاعب في في الركنيه كانت تحركات سليمه نتج عنا هدف جميل هو الهدف الاول في مرمى الشباب نعم ما في شك يعني كان انا بشوف عبد الله العمري اختيار كافي مكانه ما في اثنين ثلاثه فعندك بعده حسن, حسن الجبري حسن الجبري الطاي وفيليب طيب كيش الاتفاق, الاتفاق ايضا اتفاق والله انا بشوف كلها يعني الاتفاق طبعا الحارس الجزائري اخذ اخذ برضه يعني شوف الاتفاق ماخذ منه لاعبين فيليب كيش ورايس ملوحي ملحي ملحي بلحي, بلحي نعم. فخط الوسط محمد الكويكي الاتفاق والله ما شاء الله الاتفاق نعم. ماخذ نصيب الأسد ما شاء الله احنا نعم. ماخذ نصيب الاسد وظهر في مباراته مع التعاون نعم ما سجل لا من مستواه عندي ورأي لكن نوعا ما بدا مع المدرب دياز م. افضل من كان من مع, مع مع المدرب الاول أه لوكا آه لوكا سديميش الحزم أه نعم. برضو رغم ان الحزم هبط لكن برضه بيقدم مستويات عاليه جدا مباراه الامس تقريبا هو كان لاعب الامس الحزم قدم مباراه كبيره امس والله ما اذكر انه رومانيو طبعا لا شك فيه رومانيو بيعتبره افضل لاعب في الاتحاد على الاطلاق نعم بغض النظر عن كورنادو اخذ اعلام وضجع اعلام في تسجيله لكن عند رومانيو افضل لاعب في الهلال هو في الاتحاد, في الاتحاد في الاتحاد عفوا هو انا بعتبره هو الدنم المحرك في الاتحاد نعم. لا انت لاحظت رومانيو لاحظت مباراه الاخير الاتحاد ولا 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 والفتح والفتح رايح في الدفاع تلقى مع الهيمنه مع في انا لاحظت كنت تابعته كويس يعني فعلا كنت حاطط عين عليهم في اي هجمه خطره ضد الاتحاد مع الفتح تلاقي هو نجم الاتحاد في المباراه بدون منازع من 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 انا داير اتكلم عن تاليسكا هو جايبينه في خط الهجوم رغم انه هو بيلعب خلف المهاجمين في مركز عشرة آه لكن عايز اتكلم عن فراس البريكان هذا النجم اللي استفاد كثيرا من انتقاله للفتح ووجد فرص للمشاركه وهو الان واحد من اهم لاعبي المنتخب السعودي ودائما ما يحرز الاهداف للمنتخب السعودي قدم مباراه كبيره امام الاتحاد وارهق دفاع الاهلي الاتحاد ارهق انا حتى ارهق الطرف اليمين للاتحاد اسمه شنقيطي ارهق شديد نعم اليمين كل الاتحاد مم. آه البركان ارهق قال في الناحيه اليسرى فراس البركان شاط جزء كثير من المباراه ارهق ارهق شديدا فراس البركان كان هو في كورة كثير هو كان منقذ المنتخب السعودي ناهيك عن على عن عن الاتفاق عن الاتفاق الفتح, يعني الفتح الفتح عفوا الفتح يعني هو كان المنقذ للمنتخب السعودي ولاعب اختاره المدرب مدرب المنتخب السعودي في المنتخب السعودي انا افتكر هو ما ما بيختار لاعب من غير لاعب مدرب شاطر مدرب, أهل مدرب أهل هدف هذا هدف وجه هدف يعني, هدف يعني هدفه لو لاحظت له التمركز الصحيح للاعب في هدف الهدف الثاني بالنسبه للفتح ايضا زي ما قلت انا قد دفاع حتى شاهدنا بعض في بعض الاحيان مدافعين الاتحاد يتعاونوا معه بالعنف حيخافوا صح يتعاونوا فعلا نقطة مهمة يتعاونوا على العنف شديد لكن هو لاعب بنية جسمانية مبنية صح لاعب مؤسس صح يتحمل كل شوف اللاعب لما يكون مؤسس صح ومحافظ عليه علي وزنه عليه بنية جسمانية ما صار ما بيصاب بسهولة لانه يعني بيكون الجسم بيكون مليان عضلات لداء العضلات اللي بتحمل العظام. والله بدنيا أي نعم. أيوة ايضا يعود للتألق. تاريسكا رغم انه مستواه قبل فتره كان هبط يعني هبط لمستواه دنا شديد، لكن شوف هذه اللعبة اللعبة هذه اللعبة الكبار ده لعب يعني محترف لعب في البرتغال لعب في كثيره، اللعب المحترفين ده مهما مستواه هبط هو يعرف يشتغل على نفسه لحاله من غير ما حد يورونه يشتغل ايش؟ يعمل يعمل, يعمل رياضه لحاله، يقوي لياقته البدنيه، كل شيء اللاعب المحترف عارف عارف بنفسه بيعمل ايش؟ هنرجع لمستواه وفعلا انا بشوفه بدا يرجع لمستواه الطبيعي تاليسكا. كابتن حسن الفريق المثالي للجوله. الفريق المثالي للجوله لاحظت انه الحاجه الفريق غالب عليه العنصر الاجنبي. نعم. يعني العنصر الوطني بسيط جدا جدا الواحد. ويمكن ال... دي هنا الواحد بيشيد بالاجهزه الاداريه والاجهزه الفنيه في اختياراته لي... المحترفين سبعة مقابل أربعة المحترفين الجيدين يعني نعم. أنت دائما بتعبي المحترف أصلا بتجيب عشان يعمل يصنع لك فارق وده ده, 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 ده الحاصل نعم. آه عبد الله العمري لأنه نحن هنركز على اللعيبة بتاعين المنتخب اللي قاعد في المنتخب الوطني نعم. لأنه هو الهم الأساسي المنتخب الوطني في المرحلة القادمة نعم. آه أعتقد أنه زي ما كنت قلت أنت هو عبد الله العمري يواصل رحلة التميز نعم. آه هذا الموسم عبد الله العمري قيمة فنية عالية في وسط في خط دفاع على النصر وكذلك على مستوى المنتخب السعودي بقيمه فنيه لا غنى عنها في سواء كان على المنتخب او علي مستوى النصر النصر تواجدوا في نجوم الجوله اعتقد انه ده كويس ومشي طبيعي أه حسن الجبري. حسن, إيه؟ حسن الجبري هو رغم انه ما لاعب منتخب مم. لاعب الطاي لكن واضح انه المنتخب السعودي موعود بنجم كبير في خط الدفاع ايوه ايوه بكل تاكيد بكل تاكيد مم. هو ده حيكون نظافه ومستقبل خط الدفاع بالنسبه ل آه في في, في المنتخب السعودي محمد الكويب ايضا واحد من اللاعبين اللي في بعض الجولات او بعض بعض الاحيان يتم اختياره للمنتخب ايوه بالتاكيد انا معي كي الحيه اللي مم. عايز اعلق عليها ثاني اللي بتاعت فراس البريكان نعم يعني اعتقد انه انا في البدايه قريت تاليسكا وموسانا الطاي دير كلهم برضه نفس الحكايه دي دائما بنتكلم فيها انه هو المشكله بتاعة المنتخب السعودي يعني عدم وجود اللاعب اللي اللاعب المهاجم اللي ممكن تعتمد عليه المشكله في خط الهجوم ايوه المشكله في خط الهجوم لكن اعتقد انه مواصله فراس البريكان لرحله التميز بدليل اصلا اختياره المسبق في المنتخب وجاهز في هذا الاسبوع الاسبوع المحتدم جدا جدا أنا اللي بشوفه والاسبوع اللي بعتقد انه ده لخص متعه الدوري السعودي لانه هي متعه متعه كره القدم في الاهداف ما في متعه اكثر على انه يكون في 26 هدف ده لخص ليك المتعه خلاص يعني 26 هدف ما متعه كره القدم اصلا يحرز الاهداف 26 ستة هدف 36 هدف 36 هدف ده نعم. اعتقد انه معدل عالي من الاهداف نعم. يعني دي وصلتنا كده متعه قمه المتعه فراس البريكان ودائما انت في اهداف كثيره معناته في مهاجمين شنو متميزين نعم. نعم. اعتقد انك انت ودائما انت المهاجم لما نحرز اهداف كثيره معناته شنو دي نقطه ايجابيه ونقطه بتاع التميز له اعتقد انك انت في ظل ال 36 هدف دي في ظل التميز الهجومي ده يكون في راس البريكان موجود من ضمن قائمه احسن لعيبه في الجوله ده مؤشر جيد ودي رساله بتاعه اطمئنان لجماهير المنتخب السعودي انه يا اخي الساحه والميادين السعوديه والمنتخب السعودي موعود بمهاجم آه يكون عنده شان مهاجم عيد سيره آه ياسر القحطاني عيد سيره آه ماجد عبد الله ماجد عبد الله السهلاوي السهلاوي يعني رائع مهاجم ذو يعني ودي الحته اللي يعني اعتقد انه كثير تكلمنا فيها الحته واحده من النواقص بتاعت المنتخب السعودي يعني طيب في نفس الاتجاه لو جينا راجعنا رجعنا لجدول الترتيب ترتيب هدافيه الدوري السعودي كل الحتابة. بس قبل السعودية قبل 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 الحتة خليني بس معلش عندي ملاحظة الاتفاق كم لاعب؟ أربعة لاعبين والاتفاق منافس عليه الاتفاق الاتفاق واحد اثنين ثلاثة ثلاثة لاعبين تقريبا لا. ال اه ال الاتفاق رايس الحارس رايس الحارس والمدافع المدافع الأجنبي أربعة أربعة لا ثلاثة ثلاثة والاتفاق أيوة أربعة 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 ثلاثة ثلاثة فراس البريكان ما علينا هو حتى لو ثلاثة حتى, حتى, الفت حتى, الفت حتى اعتقد اعتقد انه طلعتة ما يهم ما يهم في الموضوع انه هو الاتفاق عنده نصيب الاسد سواء كان ثلاثة ولا أربعة من ثلاثة نعم سواء كان ثلاثة ولا أربعة يعني عنده نصيب الأسد والاتفاق اعتقد انه من الفرق المهددة بالهبوط معظم مهدد نعم وأمامه مباراة مهمة بعد بكرة اعتقد انك انت برضك نفس الحكاية يكون عندك انت آه فريق مهدد بالهبوط وعندك آه ثلاثة آه أو أربعة لعيبة في غايمة أفضل لاعبين الجولة في الدولة ده مؤشر بتاع أنه فريق التفريق جيد الاتفاق أصلا يعني تاريخيا الاتفاق جيد يعني شيء مؤسف أنه يكون من الفروق المنافسة على الهبوط الشرقية أيوه نفس الاتجاه انت بتقول انه الاشكاليه المنتخب في المهاجمين لو جينا راجعنا للجدول الترتيب بالنسبه للهدافين ممكن التسع لاعبين اللي بيتنافسوا على الهدافين كلهم لاعبين محترفين اجانب ايقالو 20 هدف الهلال، رومانينو آه 17 هدف الاتحاد، اندرياس تاليسكا 16 هدف في النصر، آه توامبا التعاون 15 هدف، عبد الرزاق حمد الله الاتحاد 14 هدف، زياله آه ضمك 13 هدف، ماريجا 12 هدف الهلال، كريم بركاوي الرائد 11 هدف، وكارلوس جينور الشباب 11 هدف. اي أيوه هو 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 واضح وهو ما دي دي ما ما, ما من الموسم ده، نحن لو رجعنا ثلاثة آه، أربع مواسم اللي ورا بنلقى إنه آه، دائما الهداف وبتلقى اللي الخمسة اللي المتنافسين عليه جائزة الحزاء الذهبي في الدوري السعودي هم بتلقون أجانب دائما بنلقى جائزة بتاعت الحذاء الذهبي أجنبي فأعتقد إنه في 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 في, في مشكلة هنا هو صح يعني هي دي عندها قيمه زي ما قلنا انك انت لما ما لعيبه محترفين على مستوى عالي محترفين أنا. على مستوى عالي اوكي بتكون انت هنا رفعت من المتعه تحت الدوري بشنو غزاره الاهداف لان إيه زي ما قلنا متعه كره القدم في في الاهداف لكن المفروض يا اخي الاستراتيجيه ترجع وتعاين مصلحه المنتخب يعني فهي. انا مع تغييد تغييد تسجيل المهاجمين يعني المهاجمين سريعا كابتن باجر لانه انا ما عندي زمن بالنسبه للهدافين سلم الترتيب في الهداف سلم هد... ترتيب الهدافين يقالوا 20 هدف رو... رومارينيو 17 هدف تاليسكو 16 توامبس 15 حمد الله 14 زلايا زي... زي... 13 ماريغا 12 بركاوي 11 وجنور الشباب 11 هدف نعم انا افتكر الهدافين أه... ما تغيروا كثير من من بدايه البطوله النسبه النسبه التناسب ماشي متساويه هم نفس الشيء يقالوا متصدي له فتره طويله فاريسكا رومانين هو 17 فعلا انا تذكر رومانين كان كم جوله كان, كان كان مع تاليسكا او خلف تاليسكا نعم لكن روماني هو اللي في قمته نعم. تاليسكا يتطور على التوامه برضه تحدثنا عنه كثير رغم انه فريقه بيعاني بي 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 في الهبوط أيه. ولكن ما أنه ما زال هو الهداف يمكن في حاله التوامه نعم. كان فريق زي الهلال او النصر نعم. الاتحاد، نعم. كان الان كان متقع مع الصدر حتى مع احترامنا للاتحاد بيبقى مساعده كبيره فانا اعتقد عمليه عاديه اما تحدثوا على المهاجمين السعوديين <applause> فعلا هي شوية عملت خلل في المهاجمين لكن المدرب المنتخب السعودي قدر يطلع من من زي ما أقوله هنا من الفزيق شربات طلع من اللعيبة تحت الوسط بقى ما تعرف مين في المنتخب السعودي يهدف مع فراس البريكار يجيك سالم كمجموعه كمجموعه يعني وقدر صار المجموعه هذه يعني ما بتاع حزب المنتخب السعودي فرص حرب بارد على كلام كثيره لكن انا متأكد زي ما ذكرت انت وبو نجوم لهم مستقبلهم حيصروا في المنتخب السعودي انا برضه برشح اللاعب مالك العبد المنعم لاعب لاعب الفيعاء الان مصاب ده برضه انا حيكون انا له طيب جميل اغلق ملف الدوري السعودي وتوجه للدوري الاسباني في قمه مدريد آه ريال اتلتيكو مدريد ينتزع فوز صعب من ريال مدريد بهدف آه وحيد في آه من ركله جزاء في الدقيقه 40 ولكن رغم ذلك يظل ريال مدريد في الصداره بعد ان حسم الدوري وب81 نقطه واتلتيكو مدريد ارتفع آه بالرصيد ال64 نقطه في المركز الرابع آه طبعا ريال مدريد حسم البطوله قبل اربع جولات ولكن مباراة واضح انه انشيلوتي دخل وعينه على النهائي الاوروبي نعم مع العلم ان ريال مدريد ما ما حصل فريق اسباني قبل اربع ولا حصل البطوله اللي قبل سنه 90 هو نفس ريال مدريد زاد ريال مدريد للتاريخ يعني فمباراه الامس كان طبيعي انه حسب ريال مدريد ما فرق معه كثير مم. هو عاوز امس لو حصل أربعة خمسة ست لعيبه ممكن حوالي ستة سبع لعيبه من اللعيبه الاساسيين اجلسهم خارج ال رغم انه ادخلهم ممكن اغلب الشوط الثاني ادخلهم 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 آه. لكن ادخلهم ليش؟ يو. يعني في زمن بسيط ما عاوز يرخون عاوز في الفتره مثلا حوالي 70 او 25 دقيقه اللعب اللعيبه الجداد ديلا حاول يدخلوا في فرط المباريات عسى والعلي يحتاج لهم في مباراه ليفربول هو لعب بخطه كويسه يعني الشوط حسب المباراه من ناحيتين عاوز يستفيد من اللعيبه اللي ما بيشاركوا يدخلوا برا ولو تهزم لا لا تغني ولا تغني, ولا تغني لا ولا تغني من جوع مع ريال مدريد بل انه هو عاوز يهز لعيبه وعاوز يحصل لعيبه الاساسيين حتى دخلهم في زمن بسيط خوفا من الاصابات خوفا من تحصل لهم اي اشكاليه فحب يعني لما نشغل هو كمان عنده الطمح شويه يعني بعد انه شغل في الساعه الاخيره عاوز كمان برضه يحرز اقل حاجه تعادل لتبيض مع الوجه او يفوز كمان بيفعل الشرد في اي مباراه لكن الظروف مدته لكن إن انا بشوفها سوبر يمكن يكسب الديربي ودي حاجه مهمه في لمسيره سيميوني هذا الموسم المتعثر حقيقه نعم هو سيموني طبعا من دمار من تغيب انا قاعد انتقد شديد يعني على ما عندي قناعه به سيميوني لاعب مدرب ما ما, على قدر فريق مثل اتلتيكو مدريد مدرب مع والله انا ما رغم رغم انه عنده ضجه وعنده تاريخ لكن انا وانا شايفه مع مع اتلتيكو مدريد كم سنه ما ما عمل حاجه تذكر كذا رغم انه عنده امكانيات عنده الامكانيات الماديه عنده كويسه بالفريق في الاداره نعم كابتن حسن فوز مهم لاتلتيكو مدريد واتلتيكو مدريد محتاج حتى يضمن مقعد في ابطال اوروبا، عكس ريال اللي حسم الدوري وعينه على نهائي ابطال اوروبا امام ليفربول، ممكن انشلوتي دخل المباراه براحه العديد من العناصر، وفي النهايه هي مباريات ديربي وانشلوتي وسيموني يفوز وممكن فوز معنوي وفوز مهم لاتلتيكو مدريد لمواصله التنافس على مراكز المؤهله لدوري ابطال اوروبا. وهزيمه معنويه بالنسبه لريال مدريد، يعني ريال مدريد خلاص حسم الدوري لكن بيعمل عليه حاجات، انا اضافه لكلام بابكر لكن في نقطه برضه اعتقد انه إن شولوتي لما أنا لعب التشكيلة الاحتياطي وهو برضه عاوز يستكشف خلاص الموسم في خواتيمه، بعد مين اللي ممكن يغادر الكشف؟ وفي فرصه بتاع التسويق لبعض اللعيبه يعني ممكن في لعيبه انت من خلال اشراكهم في المباراه دي ممكن تسوق لك لاعب لاعبين على اساس انه ترفع من قيمتنا السوقيه. فهو اصلا ريال مدريد زي ما قلت مركز حاليا تركيزه الكلي حاليا خلاص الانظار انتقلت لباريس كل ريال ريال مدريد اداره وجماهير ولعيبه كله مركزين في حديقه الامراء هناك اللقاء الصعب امام ليفربول فبالتالي ما رغم انه مباراه الديربي مباراه الديربي يعني عندها قيمتها ومباراه الديربي دائما ما مرتبطه ب بمناسبتها مباراة الدربي هي في حد ذاتها قيمة, قيمة عندها وعندها تأثير على المشجعين وعندها تأثير على على اللعيبة وكذا فخاصة لما يكون دربي مثلا زي مدريد اتلتيكو مدريد وريال مدريد نعم. <applause> ومعروفه لا لا لا, لا. ديربي مدريد مدريد وما فيهم من مشاحنات وما فيهم من وده السبب اللي خلى السبب اللي يريح اللاعبين خوفا من بي الاصابات طيب. طيب المباراه الاخرى اشبيليه ينتزع تعادل مثير امام فيا ريال اشبيليه ارتفع برصيده ل 65 نقطه في المركز الثالث واقترب كثيرا من حسم مقعد يؤهله لابطال اوروبا آه وفي ريال آه ارتفع بالنقطة 53 في المركز السابع وأهداف جات متأخرة هدف آه فيا ريال في الدقيقة 86 وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل ضايع آه من نهاية المباراة آه آه إشبيلية يحرص هدف التعادل وتعادل ثمين بالنسبة لإشبيلية والله, والله الفريقين ديل يعني بجد يعني سواء كان جينا قلنا إشبيلية أو قلنا فيا ريال يعني آه الموقع الموجود موقعهم في الدوري ما بيتوازى تشبيليه لا لاعب منافس منافس الثالث تشبيليا لا. ما ما بتوازى القيمه الفنيه الكبيره للفريقين والاداء الفني الجميل اللي بيقدموه انا يعني معك تشبيليا الثالث لكن برضه يعني تشبيليه يجي الاول ولا الثالث ممكن هي ما هي المشكله المفروض تكون يعني الاول ولا الثاني ترى انه تشبيليا افضل من ريال مدريد يعني؟ ممكن ممكن في مباراة انا ما كان ممكن بقول ممكن انت تقول انا بقول لك انت حت الان حتى 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 حت حت عندها الامكانيه انها كانت تنافس تنافس انها تكون وهي كانت مصدره في يوم أيوة من الايام عندها عند 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 امكانيه انها آه تكون افضل عليه. انا معاك انه في مدرب على مستوى عالي نعم. لعيبه على مستوى انا عالي معاك انه في ريال قدم موسم حتى في البطوله الاوروبيه ابطال اوروبا يعني قدم مباريات كبيره وقعد ممكن شفناه في مباراه ليفربول يعني تقدم وعاد نتيجه الذهاب وجاء خسر وفي ريال اخرج اليوبي واخرج الباير أيوة. فمستوى في ريال في دوري الابطال مغاير تماما لمستواه في الدوري الاسباني وحتى انا بنرجع لخروجه خروجه قدام ليفربول ما عوامل هي العوامل بتاعت الخبره نعم. العوامل بتاعت الخبره يعني ما 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 تعادل حزلت. تعادل جميل تعادل مهم بالنسبه لشبيليه تعادل ده التعادل ده خدم صاحب برشلونه برشلون. ايوه هو مع انه التنافس ما بين برشلونه وشبيليه رغم انه برشلونه خلاص حسب المقعد الاوروبي كابتن ما تعادل مهم لشبيليه في اخر الدقائق امام فريق عنيد في فريق فيا ريال والله أنا بشوف الفريقين هم في حاله كفات ميزان طلوع نزول شبيليه كان مصدر الدوري الاسباني نعم. فتره فتره طويله وبعد ما انتزع منه لمدير صداره كان في المركز الثاني برضه لفترة طويلة جاري في المركز الثاني. خسر خسر كأس الملك ممكن في الفترة الماضية في أمام في ريال بيتيس. نعم ففريق فريق له له فعلا له وزنه لكن مستواه أرجح شوية، نفس الشيء ريال بعد ما قدم مستويات كبيرة في البطولة الأوروبية أخرج يوفنتوس أخرج البايرن النتيجه الباير ما كان متوقعة وجا من حظه من أنا بقول غير محظوظ واجه فريق عنيد جدا هو فريق ريال مدريد ليفربول عفوا ليفربول في نصف النهائي. فاخرج من انه عاد, عاد في نتيجه الذهاب من عاد لكن نعم مهما كان ليفربول له ثقله وله خبره نعم اكثر من فيريا يعني طيب جميل نتحول للدوري الانجليزي السيتي يستفيد من تعادل وتعثر في ليفربول امام توتنهام ويضرب ويمطر شباك نيوكاسل بخماسيه هدفين لستيرلينج وهدف لامريك وهدف لهيرنانديز وهدف لفورينج وخماسيه في مرمى نيوكاسل ادت الى ان يتصدر السيتي ويوسع الفارق الى ثلاثة نقاط. نعم والله شوف انا يعني اجمل ما احمد للمدرب مدرب السيتي جوارديولا انه اخرج الفريق من الحاله النفسيه في زمن, وفي زمن بعد زمن خروج غ... بعد خروج من ابطال اوروبا نعم في زمن وجيز جدا اي فريق يخرج من بطوله غرية تلاقوه دائما في الـ في الـ في المباراه اللي بعدها طوال بعدها تلاها طوالي تلاقي مستواه فيه زبزبه شديده جدا ما بتلاقي مستواه تلقى مستواه جدا شاهدناه في تشيلسي في فرق كثيره لكن انشلوتي ذكي وعرف جارديولا عفوا جارديولا ذكي انا شلوتي مع طبعا معجب طبعاً شديد آه <applause> فجارديولا عرف يخرج اللعيبه من جو الخساره وعرف وبعدين جارديولا فيه ميزه عنده عنده احتياط كثير يعني ما يفرق معه يعني حتى غير اربع أو خمسه لعيبه من مباراة مباراه نصف النهائي مع مع ريال مدريد غيروا في المباراه الفاتر او ولعيبه حتى اللي دفع بهم جوارديولا كانهم مشاركين على طول يعني ما تحس بانه في في فرق في فرق توفر العنصر توفر العنصر يعني اكثر من السيتي الشيء الثاني جوارديولا عنده 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 نظام في الملعب يعني نفس اللي كانوا بيلعبوا في برشلونه الان نظام ماشي في برشلونه انه التحكم في الكرة والتقارب تقارب تقارب مع بعض يعني السيتي لما تستلم الكوره من الصعب تقدر تطلع الكوره منهم يعني مم. بيلعبوا 10 15 باص ورا بعض عندهم تقارب شيء مع بعض ونفس نفس السيتي طيب جميل نيوكاسل يعني انتفاضه كبيره في بعد الشتويه وممكن ده يحسب لصندوق الاستثمارات السعوديه اللي يمتلك النادي اصبح الان في المركز 13 43 نقطه الفريق كان يتذيل الترتيب في في او المركز قبل الاخير في قبل الشتويه فعمل كبير قام به صندوق الاستثمارات السعوديه وواضح أن الفريق الموسم الجاي حيكون له كلمه ويعود تاريخ نيوكاسل العريق في الدوري الانجليزي. نعم فعلا تحدثنا عن نيوكاسل كان مكانه زيل وقلنا لو في الشتاء لما حصل في تسجيلات كويسه وفعلا شهر واحد فات في الشتوئة حصل في تسجيلات معسكر جده ايضا كان والتسجيلات الجديده كمان تحدثنا فيها فعلا عملت تسجيلات جديده من شهر واحد الفريق بدا بعد التسجيلات دي بدا الفريق في مستوى عالي جدا لكن لو الفريق يعني اشتغل شغل علم كبير جدا الفريق اصلا حاول يخرج يخرج اللي دار حاول تخرج الفريق من من الهبوط يكونوا ثابتين في الدور الممتاز بعد ذاك للموسم الجاي يكونوا جاهزين في الموسم الجاي وفعلا ده حصل يعني هم اصلا خلاص ضمن نفسهم انه خرجوا من منطقه المنطقه الخطره <applause> فعشان كذا الفريق لا كان لعب مع السيتي في تراخي وما لعب, وما لعب ما لعب في مباراه جدا لانه ما عنده ما عنده ما يخسروا. يعني حتى لو خسر ما ما فرق معه كثير لو فاز برضه ما مح... ما حي ما مح... حي لو فاز ما حي مثل اوروبيا النتيجه هي كان بس هو كان يعني كان يكون لو فاز بيكون فوز معنوي لهم بس حسن فوز نيوكاس نيو سيتي بخماسيه على نيوكاسل وإفتراق او توسيع الفارق مع ليفربول ثلاثه نقاط في صراع صداره الدوري الانجليزي ممكن نقول مانشستر سيتي يفرق قطبه غضب الخروج للأوروبي. الاوروبي الاوروبي نعم. في في نيوكاسل نعم. آه زي ما قال بابي كير انه هو هنا بتصهر الغيمة الفنيه بتاعت الفرق الكبيره الفرق الكبيره نعم. باجهزته الفنيه واجهزته الاداريه ولعيبته في مدى مقدرتها على الخروج من اثار الهزيمه الكبيره خاصه انه كان يعني خروج دراماتيكي حزين no. انك انت لا دقيقة 90 متأهل no. ولا الدقيقه 91 تجي تخسر في ظرف دقيقتين تخسر تخسر وتطلع من بطوله كبرى زي الانديه الابطال اكيد بيكون عندها اثر نفسي كبير جدا جدا على اللعيبه لكن الجميل انه الاداره اتلافت الموضوع سريع الجهاز الفني والاداره واللاعبين وتناسوا ويتمسكوا بالدوري وانتصار جاء في وقته وفي زمنه تماما وبنتيجه اعتقد انها عريضه وفي المباراه زي ما بنقول انه هو جميل انه مانشستر سيتي كان يعني وفي لعاداته وتقاليده وارث الكروي الزرع فيه جوارديولا اللي هي الحته بتاعت البوزيشن اللعب الموضعي والحته بتاعت السيطره على الكوره أعتقد إنها دي أفرط فيها دقيقتين في مباراة عشان لما تتخلى عن ثقافتك ولما تتخلى عن إرثك الحاجة اللي أنت أصلا متعود عليها وأصلا منشع عليها أكيد بتخسر بس عودة سريعة هو قدام 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 ريال مدريد فرط في إرسه لمدة دقيقتين خسر طيب جميل أرسنال يواصل نتائجه المتميزة يفوز على ليدز يونايتد هدفين اصبح في المركز الرابع حافظ على المركز الرابع برصيد 66 نقطه وهو مركز فيه تنافس كبير لاحتلال مركز في الابطال اوروبا العام القادم ليدز يونايتد تجمد في 34 نقطه في المركز الثامن عشر ما ينطبق على نيوكاسل ينطبق على ارسنال بدايه سيئه بالنسبه للفريقين لنيوكاسل كذلك بدايه سيئه لارسنال حتى المحبين والعشاق كانوا مشفقين على ارسنال من كانوا بيتكلموا عن انه ممكن ارسنال يهبطوا وكانوا بيتكلموا عن انه يا اخي ارسنال بعيد كل البعد عن المنافسه على الاوروبيه لكن ارتيتا وبرضه نفس الحكايه السغافة ويمكن هي ارسنال يعني فكرة من زمن فينجر شويه قريبه للسغافة والارث بتاع اللي تنشا عليه ارتيتا اللي هو المدرب فارتيتا شغال شغل ممتاز جدا جدا مع مع ارسنال، ارسنال يقدم في مستويات عالية، مستوى جميل، مستوى رائع، وأعتقد أنه وجوده وجوده من ضمن الأربعة الكبار اللي هم حيمثلوا في أبطال أوروبا اللد... اللد... أعتقد أنه وجود منطقي، ده. وجود منطقي والفريق العام القادم العام أو الموسم القادم حيكون عنده شأن كبير جدا جدا. مم. أرسنال ممكن زي ما ذكر كابتن بابكر يشهد الأبطال وليد موقفه في الترتيب موقف ممكن في موقف لا يحسد عليه اصبح في المركز 17 وهو مركز يؤدي الى الهبوط من الدوري الممتاز. نعم انا بشوف ارسنال طبعا كان من الفرق زمان كان فرق عظيم في انجلترا كان بينافس مرات على المركز الاول والثاني دائما تلقى في الفرق الاوائل. ارسنال في الفتره الفاضله وكذا سنه مستواه انحبط دهوة تدهور شديد جدا لكن بشوف مع المدرب الاسباني ارتيتا بدل المدرب يشتغل الشغل الصح في ارسنال والزار الشغل الصح قبل اسبوع او 10 يوم تجديد عقد المدرب لفتره قادمه شوف الاداره المحترفه لحقت الاجهزه مع المدرب في الوقت الحرج اللي هو عايز ينقذ الفريق دي معنويات جديده معنويات جديده هيلحق الفريق يمثل اوروبيا وفعلا حستحس بالفريق بدا زي كان غير جلد يعني في المباريات شاهدوا مباراه مع مع ليز مباراه امس مع ليز يونايتد قدم مباراه كبيره رغم ان ليز كان عنده يعني ما في شيء يخليه يخسر لانه هو في حرج واسوء حياتك انت تكون فريق في الغمه تواجه فريق هو احتمال يهبط آه نعم حتكون مباراه صعبه جدا نعم. مباراه صعبه جدا فانا بفتكر الارسنال ماشي في الطريق الصحيح للموسم القادم ان شاء الله مشاهدينا الكرام هذا لدينا في حلقه اليوم نتمنى ان نكون قدمنا حلقه جميله وممتعه باسمكم جميعا نشكر الضيوف داخل الاستوديو شكرا جزيلا لك كابتن بابكر شكرا لك يا طارق وشكرا للمشاهدين الكرام وشكرا لاخي وزميلي حسن حبيشي وان شاء الله نكون قدمنا حلقه سيدنا ان شاء الله شكرا لك يا كابتن حسن رغم ظروف المرض ولكن كالعاده كنت وفي شكرا لك شكرا لك طارق وشكرا للاخ بابكر وشكرا بعد عوده لاخونا هشام تحياتي نعم. لك يا هشام وشكرا للساده المشاهدين شكرا للمشاهدين الكرام نتمنى ان نكون قدمنا حلقه جميله وممتعه حلقة اليوم من برنامج كوردنا في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحيات الفريق العامل في هذا البرنامج إبراهيم في التصوير وناصر لانكي أيضا في التصوير أحمد حسب في هندسة الصوت وهشام وعوض في في الإخراج تحياتي في الإعداد وتقديم طارق عثمان إلى أن نلتقي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته